بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة فيروس كورونا وقيام الدولة ونقابة المحامين بمكافحة هذا الفيروس، فقد قررت أن أقوم بتسجيل هذه المحاضرة لإخواني وأخواتي الزملاء من السادة المحامين المسجلين بمعهد المحاماة بالدقهلية. اليوم نتكلم عن موضوع هام من موضوعات القانون الجنائي، وهذا الموضوع يهم أيضا السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والسادة المحامين، وهذا الموضوع بيدور حول اختصاص القضاء الجنائي. اختصاص القضاء الجنائي نتكلم في نقطة هامة، وهو هنتكلم عن موضوع الاختصاص الأصلي والاختصاص الاستثنائي. الأصل أن يختص القضاء الجنائي اختصاصا أصيلا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم، وأن يختص القضاء المدني بنظر الدعاوى المدنية أيا كان سببها بما فيها تلك الدعاوى الناشئة عن ضرر سببه الجريمة. ولكن خروجا على هذا الأصل، أجاز المشرع على سبيل الاستثناء لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يلجأ إلى المحكمة الجنائية التي تنظر الدعوى الجنائية الخاصة بالجريمة التي سببت له الضرر، فيرفع أمامها دعواه المدني يطالب فيها بالحكم له بالتعويض عن الأضرار التي سببتها له الجريمة. طيب، اللي هيلجأ للمحكمة الجنائية التي تنظر الدعوى الجنائية هو مين؟ هو المدعي بالحق المدني. هو المدعي بالحق المدني. يبقى المدعي بالحق المدني هو الذي يلجأ إلى المحكمة الجنائية يدعي مدنيا. المدعي بالحق المدني ليس هو المجني عليه فقط، بل بالعكس، قد لا يكون هو المجني عليه. يبقى المدعي بالحق المدني هو كل من أصابه ضرر خاص مباشر من الجريمة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. لا يشترط أن يكون هو المجني عليه، لكن في الغالب يكون هو المجني عليه، لكن ممكن يكون شخص آخر غير مجني عليه. إزاي؟ يعني في جريمة القتل الخطأ، المدعي بالحق المدني هنا ليس مجنيا عليه، وإنما هو أصابه ضرر من الجريمة. المجني عليه في جريمة القتل الخطأ قد توفي، أو في جريمة القتل العمد المجني عليه قد قتل وقد أزهقت روحه، لكن هنا المدعي بالحق المدني هو الذي أصابه ضرر من الجريمة. إذن لا يشترط في الادعاء في بالدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية التي تنظر الدعوى الجنائية أن يكون دائما هو المجني عليه. يبقى المدعي بالحق المدني قد يكون مجنيا عليه وقد لا يكون ذلك. إذن المدعي بالحق المدني هو الذي أصابه ضرر خاص ومباشر من الجريمة، سواء كان مجنيا عليه وقد لا يكون مجنيا عليه، وبالتالي يكون من حقه اللجوء إلى المحكمة الجنائية التي تنظر الدعوى الجنائية فيدعي مدني أمامها ويطلب له الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي سببته له الجريمة. إذن القضاء الجنائي له اختصاص أصيل بنظر الدعوى الجنائية، وله أيضا اختصاص استثنائي بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الضرر الذي سببته له الجريمة. هنتكلم أيضا عن نقطة هامة، وهنا عاوزين نفرق ما بين الولاية والاختصاص. ولاية المحكمة تعني صلاحيتها للفصل فيما يرفع إليها من الدعاوى، وتثبت هذه الولاية بصدور القانون الذي يمنح هذه الصلاحية. المادة 184 من الدستور المصري سنة 2014 قررت صلاحية
هذه الولاية للمحاكم، وتتوزع ولاية القضاء بين الجهات القضائية المختلفة، فيختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية، وهذا منصوص عليه في المادة 190 من دستور 2014. وتكون المحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل في المنازعات الدستورية، منصوص عليه كذلك في المادة 191 من دستور 2014. وطبقا للمادة 15 من قانون السلطة القضائية، تكون المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع الدعاوى، وتكون لجانب من المحاكم العادية ولاية الفصل في الدعاوى الجنائية، وللجانب الآخر ولاية الفصل في الدعاوى المدنية. القواعد التي تحدد هذه الولاية تسمى الاختصاص الولائي. أما الاختصاص فهو إيه؟ الاختصاص دوت هو تحديد القانون لمن تقررت له ولاية الفصل، ولاية القضاء سلطة مباشرة هذه الولاية في حدود معينة. يعني النهاردة في الولاية إذن بتختلف عن الاختصاص، فالاختصاص يختلف عن الولاية في أنه هو الذي ينظم الولاية. الاختصاص بيختلف عن الولاية في أنه هو الذي ينظم الولاية، أي هو الذي يحدد نصيب القاضي الذي تقررت له ولاية القضاء من الدعاوى التي تكون له صلاحية الفصل فيه. وتنظيم اختصاص المحاكم، تنظيم اختصاص المحاكم بيسر أيضا على إيه؟ بيسر أيضا على سلطات التحقيق والاتهام، بل والاستدلال أيضا، بل والاستدلال أيضا. يبقى إذن هنا إيه؟ إذن هنا الولاية هي التي تنظم الاختصاص، ففي فرق بين الولاية والاختصاص. طيب السلطة اللي بتحدد لي الاختصاص بقى، يعني السلطة التي يقع على عاتقها تنظيم هذا الاختصاص، القانون وحده هو الذي يحدد اختصاص المحاكم. القانون وحده هو الذي يحدد اختصاص المحاكم، وبالتالي لا يجوز أن يحدد هذا الاختصاص قرارات إدارية. يعني لو صدر قرار إداري من وزير العدل مثلا بتحديد اختصاص المحاكم، فهذا القرار يعد باطلا ومنعدما ومخالف للدستور، لا يجوز له ذلك. يبقى القانون وحده الذي يحدد الاختصاص، كما لا يجوز التفويض التشريعي في ذلك. يعني لو صدر قانون من مجلس الشعب بتفويض وزير العدل في تحديد اختصاص المحاكم، هذا القانون مخالف للدستور. هذا ليه؟ لأن الدستور نفسه أناط بالمشرع تحديد هذا الاختصاص ولم يجز له تفويض غيره في ذلك. أن الدستور نفسه هو الذي فوض المشرع في صدور هذا القانون. الدستور نفسه هو الذي أناط بهذا المشرع اللي هو مجلس الشعب، اللي هو مجلس النواب حاليا، في صدور قانون بتحديد اختصاص المحاكم. لا يجوز أن يصدر قرار إداري من وزير العدل مثلا بتحديد اختصاص المحاكم، كما لا يجوز للمشرع أن يفوض غيره في تحديد هذا الاختصاص، وإذا حدث ذلك يكون هذا القرار باطلا. وإذا حدث أن صدر قانون من مجلس النواب بتفويض غيره في تحديد هذا الاختصاص، يكون هذا القانون مخالفا للدستور ويكون مشوبا بعدم الدستوري. يبقى إذن السلطة التي يقع على عاتقها تنظيم هذا الاختصاص هو السلطة التشريعية، لا يجوز لغيرها أن يصدر قرار أو أن يصدر قانون بتحديد هذا الاختصاص اللي هو المقصود به هو اختصاص المحاكم. طيب هنتكلم عن نقطة أخرى هامة في هذا الموضوع، وهو الاختصاص الاستئثاري والاختصاص المشترك. الاختصاص الاستئثاري والاختصاص المشترك للمحاكم الجنائية. طب قد يكون الاختصاص استئثاريا، بمعنى إيه؟ بمعنى أن يحصل المشرع الاختصاص بنظر دعاوى معينة في محكمة معينة أو جهة قضائية معينة، اختصاص استئثار دون غيره.
يعني المشرع بيحصر الاختصاص بنظر دعاوى جنائية معينة في جهة قضائية معينة أو محكمة معينة دون غيره. إذا قامت جهة أخرى بنظر هذه الدعاوى فلا تكون مختصة، كما قد يكون الاختصاص مشتركا بين أكثر من جهة أو محكمة. كما قد يكون الاختصاص مشتركا بين أكثر، يبقى إذن الاختصاص ممكن يكون استئثاري، وممكن يكون هذا الاختصاص بين المحاكم اختصاص مشترك، يعني ممكن يجوز لأكثر من محكمة أن تنظر هذه الدعاوى. طبقا للمادة 15 من قانون السلطة القضائية، فالمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في جميع الدعاوى الجنائية إلا ما استثني بنص خاص. المحاكم العادية، المحاكم الجنائية العادية يا صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع الدعاوى إلا ما استثني بنص خاص. وهذا الاستثناء إما أن ينص القانون فيه على إفراد محكمة معينة بنظر دعاوى معينة دون غيرها من المحاكم، وهذا ما يقال له الاختصاص الاستئثاري. يبقى هنا المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى إلا ما استثني بنص خاص. الاستثناء ده هو إما أن ينص فيه القانون على إفراغ محكمة معينة بنظر دعاوى معينة دون غيرها، وهذا ما يقال له الاختصاص الاستئثاري، وإما أن يكون مناط الاستثناء أن يمنح القانون جهة معينة غير جهة القضاء العادي بنظر دعاوى معينة، ولكنه لا ينص في هذا القانون على إفراد هذه الجهة أو هذه المحكمة بنظر هذه الدعاوى دون غيره. طيب، أحكام القضاء المصري جرت على إيه؟ جرت أحكام القضاء المصري على أن المشرع كلما أراد أن يقيم اختصاصا استئثاريا فإنه ينص على عبارة تختص المحكمة دون غيره. يبقى عشان النهاردة أنا عاوز أعرف هل المحكمة ده هي مختصة اختصاصا استئثاريا ولا مختصة اختصاصا مشتركا؟ هنا بجيب نص القانون نفسه واشوف هل المشرع نص في هذا القانون على عبارة تختص المحكمة دون غيرها، فإذا وردت هذه العبارة كان اختصاصا استئثاريا، وإذا لم ترد هذه العبارة في هذا القانون كان اختصاصا مشترك. من أمثلة الاختصاص المشترك في القوانين المصري ما ورد بقانون الطوارئ. خلت نصوص قانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958 من أي نص ينص على إفراد هذه المحاكم بالجرائم التي تختص بها دون غيره. فلم يقصر الاختصاص على هذه المحكمة دون غيرها، وبالتالي فيعتبر هذا الاختصاص مشتركا مع المحاكم العادية بجانب محاكم أمن الدولة طوارئ. وطبعا احنا عارفين إن محاكم أمن الدولة طوارئ اللي هي محكمة أمن الدولة طوارئ جزئية ومحكمة أمن الدولة طوارئ عليا كما نص عليها القانون. يبقى إذن هنا عندنا اختصاص استئثاري واختصاص مشترك. الاختصاص الاستئثاري ده بيرد على النص عليه في القانون عندما يرد النص بعبارة تختص المحكمة دون غيره، فإذا لم ترد هذه العبارة في نصوص هذا القانون فيكون هذا الاختصاص مشتركا بين المحاكم العادية باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع الدعاوى بجانب الجهة التي اختصها القانون بنظر هذه الجرائم اختصاصا مشترك. طيب، عندنا نقطة هامة أيضا نود أن نتحدث مع سيادتكم فيها، وهو موضوع الاختصاص والتوزيع الداخلي للعمل داخل المحكمة. المحكمة قد تتشكل من عدة هيئات، المحكمة الواحدة قد تتشكل من عدة هيئات لنظر القضايا، وتسمى هذه الهيئات بدوائر المحكمة. طب الدائرة دي إيه؟ الدائرة ديت جزء من المحكمة، وتمارس هذه الدوائر اختصاص المحاكم. يبقى النهاردة أنا لما بيكون عندي طبعا نظرا لكثرة القضايا
فهنا بزود الدوائر او بزيد من عدد الدوائر داخل المحكمة. كل هذه الدوائر بتمارس الاختصاص التي تختص بها تلك المحكمة، مش كل دائرة بتختص لها اختصاص مختلف عن الدائرة الأخرى لنظرة لكثرة القضايا، بدأ ذلك وذلك لإنجاز العمل المنوط بالمحكمة. لكن الأمر بيكون على خلاف ذلك فين بقى؟ إذا كان توزيع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف للعمل بين قضاتها قد اختص دائرة من دوائر محاكم الجنايات لنظر قضايا الجنايات التي تقع في دائرة محكمة ابتدائية، واختص دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف، واختص دائرة أخرى لنظر قضايا الجنايات التي تقع في دائرة محكمة ابتدائية أخرى. احنا عارفين ان عندنا ايه؟ عندنا ان محاكم الاستئناف في مصر 8 محاكم استئناف، عندنا محكمة استئناف القاهرة، ومحكمة استئناف المنصورة، ومحكمة الاستئناف الإسكندرية، ومحكمة استئناف طنطا، ومحكمة استئناف الإسماعيلية، ومحكمة استئناف قنا، ومحكمة استئناف أسيوط، ومحكمة استئناف بني سويف. يبقى عندنا النهاردة في مصر 8 محاكم استئناف. كل محكمة استئنافية بتتبعها دائرة أو أكثر من المحاكم الابتدائية. يعني عندنا في المنصورة عندنا مثلا دائرة محكمة المنصورة الابتدائية، وعندنا دائرة مثلا دائرة محكمة ديكرنس الابتدائية. هذه المحاكم الابتدائية بتتبع محكمة استئناف واحدة وهي محكمة استئناف المنصورة. عندنا مثلا في محكمة استئناف القاهرة بتتبعها عدة محاكم ابتدائية. يعني يبقى احنا عندنا لو عندنا الم... يبقى احنا عندنا لو محكمة الاستئناف بتتبعها أكتر من دائرة محكمة ابتدائية. طيب الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف إذا اختصت دائرة من دوائر محاكم الابتدائية بنظر قضايا الجنايات التي تقع في دائرة إحدى المحاكم الابتدائية، فلا يجوز لدائرة أخرى من دوائر المحاكم الابتدائية التابعة لذات محكمة الاستئناف أن تنظر قضايا الجنايات التي تقع في دائرة في دائرة أخرى، رغم إن هما الاتنين الدائرتين بيكونوا تابعين لمحكمة استئناف واحدة. يعني لا يجوز للقضاة التي لا يجوز للقضاة المختصين بنظر قضايا الجنايات في دائرة محكمة المنصورة الابتدائية أن تنظر قضايا الجنايات التي تختص بها دائرة محكمة ديكيرنس الابتدائية. ليه؟ رغم إن هما الاتنين تابعين لمحكمة استئناف واحدة وهي محكمة استئناف المنصورة. يبقى وأساس ذلك إيه؟ أساس ذلك المادة 368 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية اللي بتنص على أن تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. يبقى النهاردة احنا عرفنا الوقت ان المحاكم الجنائية لها اختصاص اصلي واختصاص استثنائي، وكلمنا عن موضوع اخر وهو الولاية والاختصاص، ثم تكلمنا عن الاختصاص الاستئساري والاختصاص المشترك والاختصاص والتوزيع في العمل داخل دائرة المحكمة. إلى هذا القدر نكتفي، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.